اصدقائي المشاهدين، اليوم مقطعنا جديد، مقطع مع شباب بول، ومعنا ضيف شرف اليوم، واحد جديد على الكلام اسمه شباب اكس بول. حيو ضيف شرف معنا. الحين كل واحد عنده دقيقة واحدة فقط، كل واحدة سبيكة الذهب يطلعها ياخذ 100 ريال. لا ما نبي 100 ريال، لا سبيكة 100 ريال، سبيكة 100 ريال، 100 ريال. وأول واحد معنا شونج إكس بونكس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبين الشونج واحد واحد اثنين ثلاثة. يده صغيرة بس انه يحب فلوس. نعم يده صغيرة، يده صغيرة. بقلنا والله، انت بقلنا والله ما توقف. ترجع ترجع ترجع. اعطاني كناصر يا ولد. باقي لك ايش اسمه 25 ثانية. احمد مو فورتنايت، ايش فيك معرق؟ والله معرق مرة. يا احمد يا ولد، هدي هدي 15. كم كم هذا؟ خرب المقطع، هذا خرب المقطع، خرب المقطع. 500 خرب المقطع. يعطيكم العافية على المشاهدة، نشوفكم على خير. طفل خلاص، ما يحتاج ما يحتاج. هذه 600 ريال. ليه خلاص؟ انا خلصت. انت خلصتي مرة ثانية يلعبون؟ لا الباقي تلعب مرة ثانية. لا ما تلعب خلاص انت حبيبي. دلع حبيبي، تروها بزنس. انا حرفيا ما عاد ابيك في المقطع. يا جماعة الحين شوي صعبنا الموضوع، بما ان استاذ احمد خرب السالفة. كويس تعبناها شوي، صعبنا الموضوع شوي. لا مو بالتصعيب، تقليل الوقت 20 ثانية. والله انك تخسر. والله ما تشمون رياض، والله ما تشمون رياض. لا لا لا، 600 ريال راحت. قللها 20 ثانية، قللها 20 ثانية ورجع. لا 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 والله عيني. شيء يقول عجيب، ما جاء شيء كذاب. قال له 30 ثانية راضي. لا 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 لا، شوف بيدين اطوال تونه بيدخل جسمه كامل هنا. والله يرحس. شوف انت عندك اهم شيء العدل ام المساواة؟ لا العدل. العلم هذا وش هو؟ العلم هذا وش فيك؟ هذا دبور، هذا دبور. ايش تبقى العين؟ هذا تبقى العين ترى. هذا دبور. بسم الله الله اكبر. لا لا بسم الله الله اكبر. خلاص خلاص امسك. واحد اثنين ثلاثة. واحد عندي ناصر. صدق الأولى. الله النعمة الله، النعمة قطعة ثانية. ناصر لا تطول، لا تطول، عند ذي الدائرة لا تطول. حجي بديت 10 ثواني ناصر. بس 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 وقف 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 ليش؟ وقف رجع 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 ليش؟ رجع وقف وقف رجع. والله العظيم نغش، والله نغش، والله نغش، والله نغش. بس وقف وقف وقف. اخذ انت ما تحسب لك. ليش؟ اخذ انت ما تحسب لك. قدمت قدمت الذا. طيب يلا بعيد. والله العظيم انك غشاش، اقسم بالله والله العظيم انك غشاش. علي الحرام انك اصبر غشاش موجود في باور اي سبورت. فكر بي 400 حلوه مخصوم 100 على هذا. لا 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 400 يستاهل. انا كنت حاط ميزانيه لهذا المقطع كويس 2000 ريال. خلص حاليا كم راحت؟ الحين راحت 1000 ريال. 1000 باقي 1000 باقي 1000. امسك طاقيتك الله يحيجنا عليك يا شيخ. جيب ال 400. بما انه الحين الوضع باقي 1000، والله يا جماعه ما توقعت انهم بيطلعونها بهذه السهوله. طيب واضح ان الفتحه فاتحينها غلط احنا. ف كانت 40 ثانيه. حلو. لا ركز معي، كانت دقيقه. والله العظيم يا عيال، يا عيال والله العظيم، والله باقي الفقراء نغني. والله فلوس، والله العكس انت قلبها. والله العظيم قلبها قلبها قلبها. ركز معي، انا فقير زيكم، ولا اجيب لكم فلوس ولا اجيب لكم فلوس. اسرق ميزانيه باور معي. اسرق اسرق. دامك طفران خله للنهايه على 30 ثانيه. دام ما بقى الا 1000 خله للنهايه. لا شلون؟ اخر شيء اخر شيء. ايش في دينك؟ ايش في دينك طوال يا فارس؟ ابدا فارس انت الان، حطها النهايه. بسم الله. واحد هنا. يلا بدينا. كم ثانيه كم ثانيه؟ 30 ثانيه. لحظه يا عيال، وزيتونه معرق يا عيال. لا لا لازم جيب يدك، لازم جيب يدك زي كذا. ايوه زي كذا زي كذا. اجل اجل اجل. ايوه مرت 10 ثواني. والله يدينا طوال يا عيال. ايوه زي كذا مسكها. يا عيال كلها تطلع. قدمها وسوي قدمها وسوي زي كذا. ايوه ايوه. سبع ثواني. لا سعد يلعن من بناسه يبغى تطلع. يده طويله بس اترك. احمد
خلاص يا عيال هذا معرق بيجيك. اسمع انا يدي طويله بس ما تطلع. انا باقي لي حاليا 900 ريال. نكون صادقين مع انا ما توقعت ولا واحد منكم يطلعها اصلا في البدايه. الاول خلص ميزانيتي طلع 600، الثاني طلع 400، الثالث طلع 100، فانا حرفيا ما ابغاك تاخذ فلوس. انا ما راح اطلع اساسا بس يدي ما توصل. طيب حلو. واحد اثنين ثلاثه بما وصل شوفي شوي شوفي ما وصل يطلع يبي يدور رياض بس سيم سيم والله مش اعوذ بالله حق شعب الوحي خلص فلوسي ما خلاص لا 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 بس والله توقف والله توقف وقف وقف انت ما اخذ اخذ اكثر من بس ترى هو جالس يلعب مو ماخذ ولا ريال زياده والله ما تاخذ ولا ريال زياده والله غني هلا والله ما تاخذ ال 100 زياده على 200 بيصير خصم الحين لو طلعت هذه خصم 100 لو طلعت هذه بيصير خصم بعدين بعطيك 100 ريال تفرق معه والله ما والله ما تفرق قاعد يلعب والله ما تفرق يحسب انه بيزعل نفسنا يلا بيمشي يسلم عليك صح الحين يعطيك على طول غش انا والله العظيم ما اغرس تدري لو جبت 900 تقول خذها والله اعطهم الباقيين بس ابغى اوصل ما اوصل ما اوصل غشاش طيب غشاش؟ انا الصد انا بعترف لكم شيء انه انا ما ابي فلوس اقسم لنا لا 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 اي والله العظيم من اللعبه على طلب انا ما ابغى فلوس بس ابغى المقطع يجيب 150,000 يا ربي لك الحمد انا ادري انك غني ماني بغني ماني بغني قاعد اخسر على مقاطعي صح 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 بس غير هذا والله ما اقدر اعطيك ريال لاني انا حلفت اذا طلعتها ما انت ماخذ ولا ريال يلا داري 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 طيب اصبر اصبر الى الان وضع الميزانيه 900 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انت 30 ثانيه انت تبغى تبدا الان ابدا حتى بديت 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 من اول بعد بعد مره بعيده ان شاء الله مين بدا يشوف لا 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 ما تستخدم يد يد واحده ما دريت ما دريت لا هذه ما تحسب لك رجعها ما تحسب ما تحسب ما قلت ما قلت ما قلت اذا ما قلت القوانين فالاصل في شيء حلال مشوش خذ نفس والله طول اصبع عندي خلاص دف نفسك دف نفسك ما اقدر اتحرك بس 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 طب جهدي تكفى يرحم والديك 300 ريال بس 200 والله ما تشمها يقول بس تشم 200 بس خذيت هذيك بيد ثانيه الله يجزاك خير يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الله يسعدك اصبر اصبر كم باقي الحين؟ 100 ناقص 200 باقي 700 باقي 700 واحد اثنين ثلاثة يا اخي الله يسعدك يا شيخ اللي بعده والله يمديك بس اثنين يا ابراي استخدم يدك الثانية والله لا احبك 300 يا اخي انت كيف 300 ما بعيدة ها يا يوه يا حموس يوه ما بقى له شيء وش الافضل عزيز ما بقى له ريال اما الله ما بقى شيء ما يمدي اجيبه مستحيل اجيبه والله تسلم فيك كم 400 والله ذيك بعيده مره عادي بس اسلم بس خير الله خير الله 400 يستاهل ابو حميد جيب 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 انا هذا ابو وجه ذا الوجه والله انك اعطيته ايوه حلال الولد حلالنا 400 واعطي 100 خسيت حق الصدقات انقلع حق وين رايح وين رايح؟ هذا وش ما هذا مع فلوس ولا اي انا في واحد اخذ جوالي هو اخذ جوالي لا لا ما خذيت ما اختي محمد وين رايح وين رايح؟ ما اخشي مني يلا رايح ايه ايه ركز معي ركز معي لو فيه ذهبه ناقصه خصم راكان جيبها 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 يا اخي تغيبها راكان؟ ايه خصم 200 في دور والله يا اخي وش المبزرة والله سبيل وكنت بستر عليك بس ما اقدر والله عشان ما نقصب علينا بدا 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 والله بدا بلش بلش يا عمري والله لعيب يا لعيب ايه افهم افهم ايه طبعا يا يا رايك يا رايك بقفت يا راحب مشوش 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 اللي بعد خلاص سلمت هات الوقت صح بضاعة ميتين انا ادريك من تراب يدينك صغيرة انت تمسك اطرافك صغيرة يدخل راسه هو عليه خصم عليه خصم خذها منه خذها منه حق يغش المقطع الاخير الكاش ما بقى الا 100 ريال الكاش حلو صبر اسمعني اسمعني الكاش بكاش ما بقى الا 100 ريال ربك لكن لكن بما انك صدق انت يعني والله واضح ان وضعك توهم حلقينك مقطع احمد الحين حلو ووضعك مزري ابي احطها لك في اخر شيء لكن صدق لو وصلت لها بحول لك نفس المقطع الماضي من اس تي سي بي 1000 ريال يعني ركز معي يخبنح والله ركز معي ركز معي هذا وشو ركان ركان والله العظيم اني ما ابيك تفوز ما ابيك تفوز بوحده يعني لو اقدر بعدها اكثر بسم الله الرحمن الرحيم نبدا الان الان الان
نبدا جرب. اربع ثواني خمس ثواني جرب صبر يا ولاد تمشي لا ما تسوي انت امشي يا ابن الحلال بل امنا على فلوس كرامه خل عندك كرامه 2400 قسم اسحب عليه انا اعطيك فلوس طيب شوفوا اسمعوا يا جماعه المسابق الاخير ما يبغى يلعب شكوا لله الفلوس خلصت يعطيكم العافيه اذا عجبكم المقطع لا تنسوا زر اللايك والاشتراك ونشوفكم على خير ومع السلامه